ولذلك قال الفقهاء كما تعلمون، قال الفقهاء مثلا في مسألة تحية المسجد، تحية المسجد في وقت النهي إذا كان في بلد، نمثل مثال آخر غير تحية المسجد في وقت النهي، مثلا رفع اليدين في المواضع الثلاثة غير تكبيرة الإحرام، إذا كان في بلد لا يرفعون أيديهم، فعلماؤنا علماء السنة قالوا أنه لا يرفع يديه رعاية للاجتماع. في فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في أحد طلبة العلم أرسل له من الهند، قال أنا في أناس أدعوهم إلى الخير، لكن لو أظهرت خلافهم في مسألة رفع اليدين وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا لا ما قبلوا مني ولحصل فرقة. قال لا تفعل، يعني هذه الأمور غيرها أولى منها فيما ترجوه. وهكذا في أمور أكبر،